السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أحباء الطلبة في درس جديد من دروس مادة العلوم والحياة للصف التاسع. معكم معلمتكم نرمين إسماعيل من مدرسة ذكور كوبر الثانوية، مديرية رام الله والبيرة. عزيزي الطالب، بعد أن تعرفت إلى المواد الغذائية الممكن توافرها في طعامك، يا ترى كيف يتمكن الجسم من استخلاصها والاستفادة منها؟ سوف تستطيع الإجابة عن هذا السؤال بعد دراستك للجهاز الهضمي. عزيزي الطالب، يتوقع منك بعد دراستك لهذا الدرس أن تكون قادراً على: التعرف لأجزاء الجهاز الهضمي، التعرف على وظيفة الجهاز الهضمي، تتبع مراحل هضم الطعام. والآن لنبدأ بأجزاء الجهاز الهضمي. يقسم الجهاز الهضمي إلى: القناة الهضمية وملحقاتها. تضم القناة الهضمية الفم، البلعوم، المريء، المعدة، الأمعاء الدقيقة، والأمعاء الغليظة. ملحقاتها تضم الغدد اللعابية، الكبد، والبنكرياس. عزيزي الطالب، يظهر أمامك الشكل المجاور يبين أجزاء القناة الهضمية، والشكل الآخر يبين ملحقات الجهاز الهضمي. أعزائي الطلاب بالرجوع إلى كتابكم المدرسي أطلب منكم رسم الجهاز الهضمي وتعيين الأجزاء عليه، نظرة أولية للجهاز الهضمي، من أين تحصل خلايا الجسم على المغذيات من الغذاء؟ ماذا يحدث للطعام عند دخوله إلى الفم؟ هل تتوقع أن تجد قطعة من الخبز مثلا تسري مع تيار الدم؟ هيا نبحث معا عن إجابة لهذه التساؤلات أنواع الهضم التي يتعرض لها الطعام في الجسم: أولاً الهضم الميكانيكي، ثانيًا الهضم الكيميائي. الهضم الميكانيكي يتم فيه تقطيع الطعام من قطع كبيرة إلى أصغر بواسطة الأسنان. أما الهضم الكيميائي يتم فيه تحويل المواد الغذائية إلى وحداتها البنائية القابلة للذوبان والامتصاص بواسطة مواد تسمى الأنزيمات محاكاة الهضم الكيميائي يظهر أمامك عزيز الطالب في الشكل المجاور دور الأنزيمات في هضم البروتين كما تلاحظ أولا الأنزيمات تعمل كمقصات كيميائية فتقطع السلاسل الطويلة من الحموض الأمينية إلى سلاسل أقصر السلاسل القصيرة تقطع أيضا بأنزيمات أخرى في النهاية تنتج الآن الحموض الأمينية التي بإمكان كل منها الوصول لتيار الدم ثم استخدامه لصنع بروتينات جديدة عزيزي الطالب مما سبق نستنتج وظيفة الجهاز الهضمي التي تتمثل به أولا هضم الطعام امتصاص الطعام المهضوم المساعدة في التخلص من الفضلات والآن لنتعرف على تلاؤم تركيب أعضاء الجهاز الهضمي مع وظائفها في عملية الهضم، لنبدأ بالفم. يحوي الفم على: الأسنان التي تقوم بدورها بعملية الهضم الميكانيكي للطعام، اللسان يساعد على مزج الطعام باللعاب، الغدد اللعابية تعمل على إفراز اللعاب الذي يرطب الطعام كما يحتوي على أنزيم الأميليز الذي يقوم بتحطيم النشا إلى مالتوز لكن كيف يتم تحطيم النشا إلى مالتوز؟ لنشاهد معا يتحد أنزيم الأميليز مع النشا بوجود وسط مائي ليتم تحطيمه إلى سكر المالتوز كما يظهر أمامك عزيز الطالب والآن بعد أن تم هضم الطعام جزئيا في الفم إلى أين سوف يتجه الطعام؟ سوف يتجه الطعام نحو البلعوم والمريء. البلعوم والمريء يصل الطعام المهضوم جزئيًا إلى البلعوم، ثم يندفع إلى المريء الذي يتميز بوجود عضلات دائرية لا إرادية ملساء. ينتقل الطعام بفعل انقباض عضلات المريء إلى المعدة بفعل حركة تسمى الحركة الدودية لاحظ عزيزي الطالب في الشكل المجاور كيف يندفع الطعام عبر المريء بفعل الحركة الدودية. لكن كيف يمنع البلعوم مرور الطعام إلى القصبات الهوائية ومنع حدوث الاختناق؟ يتم ذلك بمساعدة لسان المزمار. لسان المزمار عبارة عن عضلة مسطحة عرضيًا وظيفته إغلاق ممر الهواء عند البلع لمنع دخول الطعام إلى القصبات الهوائية لاحظ عزيز الطالب عند البلع كيف يقوم لسان المزمار بإغلاق ممر التنفس لمنع دخول الطعام وحدوث الاختناق والآن بعد أن مر الطعام عبر البلعوم والمريء إلى أين سوف يتجه الطعام؟ سوف يتجه إلى المعدة فمِمّا تتركب المعدة؟ وما وظيفتها؟ وما الإنزيمات التي تفرزها؟ لنتعرّف على ذلك. المعدة: لاحظ عزيزي الطالب في الشكل المجاور، تظهر لك المعدة وهي عبارة عن كيس عضلي قابل للتمدد لتخزين الطعام. يتميّز جدارها بوجود ثلاث طبقات من العضلات الملساء. وظيفتها هضم الطعام ومزجه بالعصارة المعدية التي يتم إفرازها من خلايا جدار المعدة. الإنزيمات التي تفرزها: أولًا، تفرز أنزيم البيبسين الذي يهضم البروتينات ويحولها إلى عديدات الببتيد. ثانيًا، تفرز حمض الهيدروكلوريك الذي يقوم بقتل معظم الجراثيم المتواجدة في الغذاء لكن كيف يتم هضم البروتينات في المعده لنتعرف على ذلك لاحظ عزيز الطالب في الشكل المجاور البروتينات تتكون من سلاسل طويله من عديد ببتيد بواسطه انزيم البيبسين يتم تحطيمها الى سلاسل اقصر السائل الناتج من عمليه الهضم في المعده يسمى الكيموس الحمضي الى اين سوف يتجه الان هذا السائل سوف يتجه نحو الاثنا عشر والامعاء الدقيقه فما المقصود بالأمعاء الدقيقة؟ وما وظيفتها؟ وما العصارات التي تفرزها؟ لنتعرف على ذلك الاثنى عشر والأمعاء الدقيقة عبارة عن أنبوب طويل يتراوح طوله من ستة إلى سبعة أمتار الاثنى عشر هو أول خمسة وعشرين سنتيمترا من الأمعاء الدقيقة يحدث فيها معظم الهضم الكيميائي للطعام بعد مغادرته المعدة. يمتزج الطعام فيها بثلاث عصارات تصب بها، يا ترى ما هذه العصارات التي تصب بالأمعاء الدقيقة لنتعرف عليها. العصارات التي تصب في الأمعاء الدقيقة هي: العصارة الصفراء، عصارة البنكرياس، عصارة الأمعاء الدقيقة. تضم عصارة البنكرياس أولاً الإنزيمات الهاضمة، وبايكربونات الصوديوم تضم الأنزيمات الهاضمة مثل أميليز البنكرياس، أنزيم تريبسين، أنزيم لايبيز. عصارة الأمعاء الدقيقة تضم أنزيمات محللات بيبتيد، أنزيم مالتيز، أنزيم سكريز، أنزيم لاكتيز. العصارة الصفراء يتم إفرازها في الكبد وتخزينها في الحويصلة الصفراوية أو المرارة. تتحد العصاره الصفراء مع الدهون والزيوت لتحولها الى مستحلب دهني عصاره البنكرياس يتحد انزيم اميليز البنكرياس مع النشا بوجود وسط مائي ليحطمه الى جزيئ سكر المالتوز يتحد انزيم التريبسين مع عديد الببتيد بوجود وسط مائي ويحطمه الى ببتيدات صغيره يتحد أنزيم اللايبيز مع المستحلب الدهني ليحطمه إلى كليسرول وحموض دهنية عصارة الأمعاء الدقيقة تتحد أنزيمات محللات الببتيد بببتيدات قصيرة بوسط مائي لتحولها إلى حموض أمينية يتحد أنزيم المالتيز مع سكر المالتوز بوجود وسط مائي ليحطمه إلى كلوكوز وكلوكوز يتحد أنزيم السكريز مع سكر السكروز بوجود وسط مائي ليحطمه لجزيء الجلوكوز وجزيء الفركتوز يتحد أنزيم اللاكتيز مع سكر اللاكتوز بوجود وسط مائي ليحطمه لجزيء جلوكوز وجزيء كلاكتوز والآن أعزائي الطلبة بعد الانتهاء من دراسة هذا الدرس أرجو منكم الإجابة عن الأسئلة الآتية أكمل الفراغات الآتية بما يناسبها يبدأ هضم النشا في يتم إفراز العصارة الصفراء من وتخزينها في من وظائف الجهاز الهضمي يتم في الفم هضم الطعام هضما بينما يتم هضم الطعام في المعدة هضما ينتقل الطعام من البلعوم إلى المعدة عن طريق بحركة تسمى أحباء الطلبة شكرا لكم لحسن استماعكم ألقاكم في دروس قادمة إن شاء الله لنقطف ثمرة علم جديدة ودمتم بخير thank you